تحياتي لحضراتكم من جديد في هذه التغطية والمتابعة المستمرة معكم من الآن لرصد كل ما هو جديد على الساحة. دعونا نبدأ معكم هذه الفترة بآخر التطورات في الشأن العربية. عربيا سوريا، قال المبعوث الأممي إلى سوريا جير باترسون اليوم إن اللجنة الدستورية في سوريا ستعد مشروعا يمهد لحل سياسي، ولافتا إلى العمل على توفير ضمانات لعدم تعرض اللجنة الدستورية السورية لأي مضايقات. وأضاف باترسون في كلمته بمجلس الأمن حول سوريا أن نصف ممثلي المجتمع المدني باللجنة الدستورية السورية من النساء، وحذر من المعاناة المستمرة في الأرض السورية واليأس المنتشر بين السوريين. أوضح باترسون أن الشعب السوري هو من سيوافق على الدستور الجديد، ومؤكدا أن اللجنة الدستورية لن تحل الأزمة السورية بمفردها، ومشددا على ضرورة تمكين السوريين في الداخل والخارج من المشاركة بالانتخابات، ومشيرا إلى أن وقف إطلاق النار بسوريا حيوي وسيمهد الطريق أمام العملية السياسية. يحدثنا أكثر في هذا الأمر من دمشق هاتفيا معكم مشاهدين الآن دكتور عبد القادر عزوز، مستشار بالحكومة السورية. يا دكتور عبد القادر، تحياتي لحضرتك في البداية. أسعد الله أوقاتك وأوقات جميع الأخوة العاملين في إكسترا نيوز وجميع أهلنا في جمهورية مصر العربية. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. إذا أردنا أن نبدأ معك بالجدوى الحقيقية المنتظرة من تشكيل هذه اللجنة الدستورية، ماذا عنها؟ يعني لا شك بأن مسألة الدستور كانت مسألة أساسية وحيوية طرحت في القرار 2254 وفي مفاوضات جنيف، وأنا كنت مشاركا فيها وأعلم جيدا حيوية هذه المسألة، وبالتالي أيضا كانت ثمرة لمؤتمر سوتشي الذي حضرته، وكان هناك توافق ما بين السوريين موالاة ومعارضة على أن يكون هناك لجنة دستورية تصيغ دستور البلاد يعبر عن تطلعات السوريين. تأخر إعلان إطلاق عمل اللجنة الدستورية بسبب بعض الصعوبات التي واجهت، لجهة أولا الأسماء، ولجهة دور الأمم المتحدة في ضرورة أن تكون ميسر للعملية السياسية ولعمل اللجنة الدستورية، لا أن تقودها، يجب أن تكون القيادة للسوريين. وآخر ما حرر كان هو الاتفاق على القواعد الإجرائية ما بين السيد باترسون وحكومة الجمهورية العربية السورية، والتي من خلالها تم الإعلان عن إعلان أسماء اللجنة الدستورية وإطلاق عملها في آخر شهر، مفترض أن يكون في آخر شهر أكتوبر. طيب حضرتك أشرت إلى مفردة ووصف الصعوبات التي واجهتها الحكومة السورية، هل لك أن تطلعنا أكثر على رصد واستطراد هذه الصعوبات؟ يعني طبعا سيدتي كانت تتمثل بشكل أساسي في الأسماء، حيث أن القسم الثالث وهو المجتمع المدني يجب أن يعبر عن حيادية فيما يتعلق بالسلطة والمعارضة، من خلال أن مؤسسات المجتمع المدني هي طوعية ومنظمة وتعمل كوسيط ما بين المواطن والدولة، ولكنها تختلف عن الأحزاب السياسية أنها لا تهدف للوصول إلى السلطة، وبالتالي يجب أن تتصل بالحيادية بشكل نسبي. هذا من جهة. من جهة أخرى كان السيد دستورة يريد أن تكون الأمم المتحدة أن يكون لها دور قيادي في عمل اللجنة الدستورية، لا أن تيسر، لا أن تعمل على تقريب وجهات النظر، وهذا الأمر لا شك بأنه مساس بالسيادة السورية ومساس بمسألة الدستور التي تعتبر الوثيقة الأسمى في أي دولة، والتي من خلالها يقوم أبناء الوطن وأبناء الدولة بصياغة عقدهم الاجتماعي الجديد.
الأمر الآخر يتعلق بمناقشة الدستور العام 2012 والاطلاع على دساتير سورية أخرى وليس فرض مشروع دستور كما أراد الدستورة من الأمم المتحدة أن يكون محل نقاش، يعني فرض دستور بإرادة منفردة، وهذا أيضا ما رفضته الحكومة السورية. اليوم أعتقد بأن الظروف أصبحت مواتية لإطلاق عمل لجنة دستورية برؤية موضوعية من جهة وبتطلعات وطنية وبدون أي تدخل خارجي باستثناء الجهود المتعلقة بالتقريب بين وجهات النظر والعمل على تحقيق توافق حول مواد ومواضيع الدستور. طيب، المبعوث الأممي إلى سوريا جير باترسون من خلال هذه الكلمة بمجلس الأمن في متابعتنا على هامش هذه الاجتماعات ربما أشار إلى جملة في غاية الأهمية، وهو يقول بأن هذه اللجنة الدستورية ليس من المعني أن تحل المشكلة بمفردها. إذن ما هي الجهات التي يجب أن تكون مع اللجنة الدستورية الموجودة الآن على الساحة السورية حتى يمكن الوصول بالفعل إلى حل سياسي حقيقي بالمشهد السوري؟ أنا يعني أستطيع أن أفهم ما قصده السيد بيدرسون بجهة أن الحرب على سوريا هي حرب مركبة، وبالتالي أحد مداخل الحل وأحد مداخل الحل السياسي هو العملية الدستورية، تعتبر جوهر العملية السياسية من خلال إنتاج دستور بتوافق السوريين وباستفتاء دستوري تأسيسي يتم من خلال الشعب السوري. بالتالي هذه اللجنة ليست معنية في عملية الإقرار النهائي بمشروع الدستور. الأسلوب الديمقراطي أن يعرض مشروع الدستور على الدستور الاستفتاء الدستوري التأسيسي. هذا من جهة. من جهة أخرى، الحل في سوريا نعلم جيدا بأن هناك إرهاب في سوريا وبأن صحيح انحسرت رقعته بفضل انتصارات الجيش العربي السوري، ولكن أيضا هناك قوى احتلال ما تزال إلى الآن تؤمن حماية لتنظيم داعش ولتنظيم القاعدة في محافظة إدلب وبعض جيوب البادية السورية. هذا يحتاج إلى تفعيل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة المتعلقة بمكافحة الإرهاب في سوريا. الأمر الآخر أيضا إطلاق الحوار الوطني السوري من خلال تفعيل قضايا الحوار ولقاء جميع الأطراف، أيضا أن تكون في دمشق مثلا. المسألة الأخرى أيضا في تأمين العودة الآمنة والطوعية لأهلنا السوريين في الخارج والذي تعمل الكثير من الأطراف على محاولة ابتزازهم أو الضغط عليهم أو تخويفهم من العودة إلى سوريا لأسباب متعددة، رغم وجود الكثير من الحالات التي عادت وبتسوية وبدون أي انتهاكات. هذا من جهة. من جهة أخرى، هناك أوضاع اقتصادية معيشية ليست بسبب يعني كفاءة الاقتصاد السوري، ولكن بسبب العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة من الجانب الأمريكي والاتحاد الأوروبي وغيرها، وهذا أيضا يؤثر على الوضع الاقتصادي وعودة الكثير من السوريين إلى سوريا. هذه كلها قضايا أعتقد أنها أيضا تحتاج إلى حل وتضافر جميع جهود الشرفاء في هذا الجانب. دكتور عبد القادر عزوز، مستشار بالحكومة السورية، حدثتنا هاتفيا من دمشق. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات والتفاصيل. على نفس هذا الأمر مشاهدينا الكرام، دعونا نستقبل هاتفيا معكم الآن من حمص السورية الأستاذ سلمان شبيب، وهو رئيس حزب سوريا أولا. سيد سلمان، تحياتي لحضرتك في البداية. تحياتي لكم ولمشاهديكم. أهلا وسهلا بحضرتك. إذا أردنا أن نتحدث عن هذه اللجنة الدستورية، يعني ما يجب أن يكون متوافر بها حتى نصل إلى حل سياسي عاجل في المشهد السوري؟ أولا، نحن المشكلة في سوريا لم تكن في الأساس مشكلة دستورية، لم تكن أزمة الدستور وبنود دستورية هناك خلاف عليها. الأزمة في سوريا أعمق من ذلك وأعقد، وبالتالي أنا سأتكلم بصراحة، ليس هناك تفاؤل كبير في الشارع السوري تجاه هذه الخطوة. ربما هي نستطيع أن نقول خطوة متواضعة في طريق طويل، لا زال الطريق كما يبدو أمام طريق الوصول إلى تسوية سياسية لا زال طويل أمام السوريين. ليس هناك
هناك لا توافق قيمي ولا توافق دولي لإنجاز التسوية السياسية. الأمم المتحدة والرؤوس الدولية يحتفلان أو يحتفيان بهذه الخطوة لأنهم حتى الآن لم ينجزوا أي شيء بخصوص الأزمة السورية. كل جولات جنيف، كل العمل الأمم المتحدة والرؤوسين الدوليين، السيد إدرسون هو المبعوث الخامس أو الرابع، لم نعد نعرف الأسماء والأعداد، لم ينجزوا اي شيء بخصوص الازمه السوريه. طبعا نحن لا نحمل المبعوثين الدوليين مسؤوليه لان الظروف التي يعملون بها معقده جدا، لكن لم يتم اي انجاز. هذا الانجاز المتواضع تحتفي به الامم المتحده كحلي، يعني تريد ان تقول انها انجزت شيء بخصوص الازمه السوريه، حققت خطوه ما، قد تؤسس هذه الخطوه لشيء ما، لكن هناك يعني عدم تفاؤل في الشارع السوري لدى الشعب السوري. هذه اللجنة أولا لا تمثل الشعب السوري بشكل صحيح، اسمحي لي أن أكون صحيح، يعني 50 عضو تم تعيينهم قبل الحكومة السورية و50 تم تعيينهم من دول ترعى المعارضات الخارجية. مع الأسف ما يزيد تعقيد الأزمة السورية أنه ليس هناك معارضة موحدة، ليس هناك معارضة موحدة، هناك معارضات معارضين تحركهم دول. تركيا لديها لها حصة في المعارضة الخارجية، السعودية لها حصة، قطر لديها حصة، دول أمريكا لها حصة، روسيا لها حصة، يعني معارضات تحركها دول مع الأسف لا تمثل الشعب السوري بشكل صحيح ولا تمثل الرأي المعارض ضمن الشعب السوري. وبالتالي تأسيس هذه اللجنة لدينا كثير ولدى السوريين كثير من الملاحظات على الاسماء وعلى طريقه تاسيس اللجنه وعلى اليه عمل هذه اللجنه. يعني هناك الان اللجنه رئاسي مشتركه، بمعنى انه سيكون لها رئيسين. تصوري كيف تعمل لجنه برئيسين، برئيس واحد في سعودي، كيف ستعمل برئيسين؟ الاتفاق على الاسماء اخذ من وقت السوريين اكثر من سنتين، اكثر من عامين، وهو يتم التفاوض على الاسماء وعلى الخلاف على الاسماء ومن يمثل. طيب يعني استاذ سلمان، يعني كما فهمت من سياق حديثك، يعني ربما تكون هذه اللجنه الدستوريه هي من ضمن الصولات والجولات التي شهدتها سوريا في الفتره السابقه، ما بين يعني اجتماع من هنا واجتماع هناك، جنيف، وأيضا يعني بعض الاجتماعات الأخرى في أستانا، يعني وعلى أرض الواقع مع الأسف لا يوجد أي خطوة جدية للوصول لحل سياسي. كما فهمت يعني من كلامك هو بأن هذه اللجنة الدستورية ربما تكون على شاكلة كل الخطوات السابقة التي شاهدناها في المشهد السوري، أم أن هناك يعني بادرة أمل ربما تكون هي البداية الحقيقية في المشهد السياسي السوري؟ نحن لا نريد أن نكون متشائمين ولا يمكن أن نتفائل كثيرا. هذه اللجنة هي خطوة متواضعة في طريق التسوية السياسية، نأمل أن تنجح، نأمل أن تنجح في التأسيس لحل أو لتسوية سياسية في بعض إذا توفر المناخ الملائم. لكن انا اعتقد ان عمل هذه اللجنه سيواجه كثير من الصعوبات، سيكون هناك كثير من المماطله والمراوغه. ما هي الصعوبات؟ ما هي الصعوبات تحديدا؟ الصعوبات عدم وجود توافق دولي، اذا لم يكن هناك تفاهم دولي كامل واقيمي على التسويه السياسيه في سوريا، لا يمكن انجاز تسويه، لا يمكن نجاح اي خطوه سياسيه، لان الجميع متواجد حتى عسكريا على الارض السوريه ويستطيع ان طيب البعض يرد ويقول اذا انتظرنا يعني الوصول الى توافق دولي حول المشهد السوري ربما يعني سوريا ستظل في هذه المأساة طول عمرها، يعني اذا صح التعبير. صحيح. يعني اذا التعويل على هذا التوافق السياسي والدولي ربما يكون يعني في غير محله، اليس كذلك؟ صحيح. تماما. ولذلك بعض الاطراف رحبت بهذه الخطوة، اعتبروها انها يعني خطوه صغيره في طريق طويل، لكن لابد من البدايه. نستطيع ان نقول ان هذه اللجنه اذا توفر لها الظروف المناسبه وانجزت شيء ما، على الاقل السوريين ينتقون فيما بينهم بدون تدخل خارجي كما تصور الحكومه السوريه،
وكما يبدو الآن أن الأجواء. من هم السوريون الذين يمثلون بالفعل سوريا في هذا التوقيت على المشهد السياسي؟ من هم؟ ليس هناك قوى سياسية تمثل سوريا. إذن يعني على من نتحدث بالطرف السوري في المشهد؟ الشعب السوري الآن ليس هناك قوى سياسية تمثله، هناك الحكومة التي تمثل الدولة والحكومة والأجهزة والتي تمثل قسم من السوريين أو قسم الأكبر، وهناك بعض المعارضات وهناك بعض المعارضين وهناك الكثير من القياديين. الشعب السوري حتى الآن يستطيع أن نقول أنه ليس هناك قوى سياسية حقيقية تمثله، هناك قوى مجتمعية صحيح، لكن هذه القوى المجتمعية مغيبة مع الأسف لم تبرز حتى الآن. ربما في المستقبل مع تطور الأحداث، مع تطور التشكيل السياسي، مع غياب صوت السلاح، مع غياب صوت القتل والدمار، ربما تظهر هذه القوى المجتمعية ستتبلور بالتأكيد في الفترة القادمة. سيتبلور بالتأكيد الممثلون الحقيقيون للشعب السوري، ونتمنى أن نراهم على مسرح الأحداث سواء في اللجنة السورية أو في غيرها من الهيئات. لكن دعيني أقول، يعني ألخص في المشهد، نحن لا نتشائم كثيرا بعمل هذه اللجنة ولا نستطيع أن نتفائل كثيرا. نقول أنها خطوة إيجابية لكن متواضعة، نتمنى لها النجاح. هناك رغبة دولية كما يظهر من جلسة مجلس الأمن اليوم، هناك رغبة دولية بأن يعني يعطوا نوع من التشجيع، نوع من الأمل للسوريين من خلال عمل. ما الذي ينقص يعني إتمام هذه الخطوة بشكل إيجابي على المشهد السوري بخلاف التوافقات السياسية المنعدمة داخل المشهد السوري؟ أن لا يكون هناك ضغط في عمل هذه اللجنة من الأطراف، أن لا يتم عرقلة عملها، أن لا توضع ألغام في طريق عمل هذه اللجنة، أن يكون هناك توافق، يعني أن يكون تقرب عمل هذه اللجنة تقرب من السوريين سواء معارضة. يعني ماذا تقصد بالألغام والصعوبات؟ يعني دعنا نتحدث بشكل أكثر صراحة. ألغام؟ لا، ألغام خارجية، يعني تتدخل بعض الدول كتركيا وأمريكا وغيرها لعمل هذه اللجنة. تركيا لها ممثلين في داخل هذه اللجنة مع الأسف. أيضا هناك بعض الدول الخليجية لها ممثلين في داخل هذه اللجنة. أمريكا ربما لها ممثلين في داخل هذه اللجنة، يعني تستطيع أن يعني تفجر عمل هذه اللجنة، لأن هناك آلية عمل هذه اللجنة تفترض التوافق بشكل عام. إذا لم يكن هناك توافق سيكون هناك تصويت. التصويت حتى قرار يجب أن يكون هناك على الأقل نوافق على التصويت 75% من أعضاء هذه اللجنة. لا، ليس هناك طرف يملك هذه الأغلبية 75%، وبالتالي ربما هناك إمكانية للتعطيل أو لتفجير عمل هذه اللجنة عند أي تصويت سيحدث. نتمنى أن يصيب التوافق الوطني. نتمنى على أعضاء هذه اللجنة أن يأخذوا مصلحة الشعب السوري الحقيقية في من خلال عملهم، من خلال البنود التي سيضعونها على الدستور. حتى الآن لا ندري إذا سيكون هناك دستور جديد أو سيتم تعديل بعض الدستور الحالي، دستور 2012 الذي تم التصويت عليه. نتمنى أن يضعوا أعضاء هذه اللجنة نصب عينهم مصلحة الشعب السوري وأن يتخلوا عن يعني نتمنى أن كل هذه الأمنيات تتخطى مرحلة يعني الأمنيات ونراها بشكل عاجل في المشهد السوري كحقائق ووقائع قريبة تجدي نفعا بشكل كبير للشعب السوري المتضرر أولا من هذه الأزمة. حدثنا هاتفيا من حمص الأستاذ سلمان شبيب رئيس حزب سوريا. أولا أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة والإيضاحات. بعيدا عن سوريا، كعاداتهم دائما استطاع المصريون أن يستخدموا فشل الجماعة الإرهابية كنوع من الدعابة والفكاهة. دعونا نبتسم سويا معكم في سياق العرض التالي.
مسلسل متواصل من الفساد تقوم به أفراد العائلة المالكة في قطر، ما جعلها فريسة سهلة المنال أمام الصحافة العالمية والدولية. المزيد في سياق التقرير التالي. لم يخالفوا نهج أبيهم الذي عاث في قطر فسادا على مدار أكثر من عقدين لتصبح تجاوزة الأسرة الحاكمة في قطر وجبة دسمة تتناولها الصحافة العالمية في ظل صمت تام من أبواق الحمدين التي تدعي نشر قيم الحرية والديمقراطية. ففي يوليو الماضي زادت وتيرة التقارير الإخبارية التي كشفت جرائم الأخ غير الشقيق لتميم وهو خالد بن حمد بن خليفة، إذ يواجه اتهامات تتعلق بالخطف والانتهاكات العنيفة في دعوى قضائية أمريكية رفعها موظفون سابقون لديه. وكشفت تقارير أمريكية إن التحقيقات أثبتت أن خالد بن حمد قام بتحريض حارسه الشخصي لقتل شخصين وتهديده بالقتل لعصيانه الأوامر. وتكشفت خيوط أخرى جديدة لقضية تنتظرها إحدى المحاكم في فلوريدا تفيد بأن خالد بن حمد اختطف مواطنا أمريكيا وهدده بالقتل. فضيحة أخرى لا تقل أهمية، حيث كانت المياسة بنت حمد وزوجها جاسم بن عبد العزيز آل ثاني على موعد مع فضيحة مدوية انتشرت أصداؤها خلال شهر فبراير الماضي حول العالم بعدما أدخلت شروطا مجحفة على عقود الخادمات والعمال في منزلها بنيويورك لمنعهم من الشكوى، حيث عاملتهم بمبدأ السخرة كما قامت بعدها بابتزازهم وتهديدهم. محمد بن حمد شقيق آخر لتميم تورط في قضيتين، الأولى اتهم فيها بأنه المسؤول عن الرشاوي التي قدمتها قطر لمسؤولي فيفا لتحظى دولة الفساد بتنظيم كأس العالم 2022. أما القضية الثانية فهي تورطه في قرصنة حسابات وإيميلات أكثر من 1200 شخصية أمريكية من بينهم رجل الأعمال المقرب من ترامب إليوت برويداي. ولم يكن جوعان بن حمد والذي يشغل منصب رئيس اللجنة الأولمبية القطرية أفضل حالا من إخوته، بل كغيره من أبناء حمد بن خليفة الذين تربوا على الغش والخداع والسرقة، إذ كشفت صحيفة التايمز البريطانية عن تفاقم المشكلات التي يعاني منها مركز الشجب الفروسية الذي يرأس مجلس إدارته جوعان، والذي قالت الصحيفة نفسها قبل أسابيع إنه مدين بأموال طائلة لعدد من كبار مدربي الخيول البارزين في المملكة المتحدة وأوروبا. لم يتوقف الأمر عند أبناء الأمير المنقلب على والده، فقد استعان نظام الحمدين بفهد بن عبد الله بن جاسم آل ثاني لتنفيذ أكبر عملية نهب منظم لثروات القطريين دون حساب، حيث منحه تميم إدارة شركة قطر للاستثمار وتطوير المشاريع القابضة من أجل استنزاف موارد الدوحة المنهوبة، حيث امتدت أذرع الشركة للسيطرة على موارد قطر من النفط والعقارات. على ماذا تراهن قطر؟ يعني دعونا أن نبحث عن إجابة لهذا السؤال مع الأستاذ محمد القيبان المحلل السياسي. أستاذ محمد تحياتي لحضرتك في البداية. أهلا وسهلا، مساء الخير عليك وأستاذ المشاهدين. مساء النور يا فندم، يعني على ماذا تراهن قطر؟ تفضل. يعني أنا أقول لك ما قدمته قبل قليل تقرير ما هو إلا غيظ من طير، بمعنى هذا نظام يعني وجد في المال وسيلة للوصول إلى غايات وأهداف الجزء الأول منها يعني شق الصف الإسلامي والعربي وهدم المنطقة ووضع أو إيجاد مشروع يدعم الإخوان المسلمين، ويصبح هنالك الداعم الأول ماديا قطر للإخوان المسلمين في المنطقة وشركاء لهم في الإقليم والعمل على إدخال المنطقة في صراعات قد تصل إلى مذهبية. يعني أنا ما أقول لك إنه مثلا
وصحيح كلنا تحت مفهوم إسلام واحد، ولكن صراعات مذهبية بمعنى أن هنا يأتي التيار ينظر إلى الدين الإسلامي بمفهومه، بينما التسامح والدين الإسلامي بعيد عن هذا الأمر. هذه نقطة. حضرتك أو التقرير تكلم على أن هنالك أموال تعبث في قطر، ومن الأسف يعني العائلة الحاكمة لها دور كبير. قبل كم يوم جاء برنامج أو فيلم في قناة فرنسا وتحدث عن استخدام العمل الخيري تحت اللي هي جمعية قطر الحقوقية أو جمعية قطر لخدمة الفقراء، جمعية يعني حقوقية، وقامت بدعم الجماعات الإرهابية في أوروبا مصنفة كجماعات إرهابية تحت أسماء الأشخاص الذي تحدث عنها التقرير، وأخص هنا حمد بن جبر وخالد الثاني. فالموضوع أوسع، هنالك يعني مقاطعة من الدول العربية، ولله الحمد كشفت هذه الدولة المارقة، ولكن بدأت تلعب وتعبث في مناطق أخرى. ورأينا قبل فترة ما حدث عندما وجد سلاح في إيطاليا كان أو قدم لجماعات إرهابية في إيطاليا، بغض النظر مسلمة أو غير مسلمة، لأنه نحن أمام جماعة تعمل تحت غطاء يعني للأسف غطاء شرعي، لأنه في دولة تحتضن هذا الفكر. فماذا تهدف إليه قطر؟ الهدف قطر يعني تريد أن تضع لنفسها مكانة أو وجود على صغر حجمها بغض النظر عن المال. يعني في دول صغيرة حجمها، ولا أحب أن أشبه، ولكن الكثير من الدول في المنطقة، يعني خذ مثلا دولة الكويت، دولة الكويت صغيرة في المساحة ولكنها دولة كبيرة في العمل الإنساني والعمل على دعم الاستقرار والأمن، بينما نجد هذه الدولة تعمل على العبث في المنطقة. قبل فترة مع إعلامها، يعني ماذا حدث؟ يعني أولا نحمد الله بأن الحكومة في مصر على رأسها فخامة الرئيس السيسي ورئاسة الحكومة والجيش المصري والشرطة قاموا يعني إجهاض هذه المحاولات العبثية التي يدعمها الإعلام القطري بما يخص بأن هنالك مظاهرات. ورأيت أنت، أنا متأكد أنك تابعت كيف الإعلام القطري جند كافة القنوات لدعم هذه الفوضى ودعم هذه الألاعيب التي يقوم بها أطفال خارجين عن 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 الإنسانية والفكر. فنحن سيدتي الفاضلة أمام دولة فعلا يجب أن يتكاتف المجتمع العربي، لأن المجتمع العربي فيه نوعا من الشق، فيه نوعا من الانفصال، فيه نوعا من التباين فيما يخص الموقف. وللأسف بعض الدول أيدت المقاطعة في البداية، ورأينا أن هنالك تراجع وتم دعمها دعمهم بالمال. طيب دعني أطرح سؤالي لحضرتك الآن فيما يختص ويخص هذه النقطة الأخيرة معك أستاذ محمد. ما يجب أن يكون حاضرا لمواجهة هذه الألعاب والتدليس الذي تمارسه قطر بشكل سافر في الفترة الأخيرة؟ إذن ما يجب أن يكون حاضرا على الساحة العربية الآن لمواجهة هذا الخطر الذي ربما لا يقل خطورة من العدو الصريح والواضح الذي تعاني منه يعني الدول العربية؟ هنالك مؤسسات، ولدينا في العالم العربي يعني الشواهد، ولدينا يعني الآن أشياء ملموسة باليد. ماذا تفعل قطر في المنطقة بمالها؟ ماذا تفعل قطر في ليبيا؟ ماذا تفعل قطر في سوريا؟ ماذا تفعل قطر الآن في اليمن الآن، ودعمها لهذه الأحزاب التابعة لحزب الإخوان المسلمين بدعمها واستمرار العملية العسكرية، سواء دعمهم ماديا أو سواء دعمهم إعلاميا معنويا، هنالك دعم واضح لاستمرار الشك. ماذا علينا أن نفعل؟ هي فعلا هذا سؤال مهم وجوهري، ماذا يجب علينا نحن أن نفعل؟ وما يقوم يعني وما يقوم به الإعلام في الجهة المعتدلة، سواء الإعلام في المملكة العربية السعودية، في مصر، في الدول المعتدلة، يعني أنا أعتقد أن أوصلنا رسالتنا إلى العالم أجمع، ولكن هنالك أطراف لم تكن بعملها. يعني أنا أقول لحضرتك في أوروبا يوجد لدينا السفراء، سواء سفراء جمهورية مصر العربية، سفراء المملكة العربية السعودية، العديد من السفراء والعديد من المحافل التي تحدث هنالك. فأنا أعتقد
ان هنالك تقصير نوعا ما في نقل الفكره الى المجتمع الاوروبي بان هنالك من يغذي الجماعات المتطرفه داخل اوروبا، وحتى من الجماعات العامله او التي تعمل تحت مفهوم ولايه الفقيه في ايران، لانهم اتفقوا هنالك اتفاق ما بين الاخوان المسلمين والنظام الملالي في ايران ان يكون لهم مرجع، وهكذا يعملون الفريقين او يعملان الفريقان لتدمير الامه الاسلاميه. نحن يجب ان نواجه هذا بالعمل المؤسساتي، العمل الحكومي في كافة المحافل الدولية، ليس بالضرورة بأن نقوم بأعمال عسكرية أو أعمال تخريبية، لا لا، نحن لدينا من العقلاء والحكماء ومن الشواهد ومن الدلائل التي تثبت حتى للعالم أجمع بأن هذه الدولة المارقة استخدمت المال للأعمال شكليا بدعم الأعمال الخيرية ظاهريا، وإنما هو في الواقع التقارير أثبتت، تقارير من فرنسا، تقارير من أمريكا، العديد من الدول العربية أوضحت مدى الخراب الذي تقوم به هذه وهذه الدولة في البنية التحتية والبنية المجتمعية والمفهوم السياسي لها. نحن أمام تحدي، ولكن إعادة تقييم الموقف، وليس فقط أنه قاطعنا ونقف، لا، إعادة تقييم الموقف جامعة الدول العربية، لأنه هذا الموضوع عربي لم يفهمه أكثر مننا نحن عرب، تقييم الموقف وإيضاح بأنه نحن أمام دولة فعلا تعمل على شق العالم الإسلامي والعالم العربي وأحداث البلابل، تتفق مع دولة مارقة تتدخل في الشؤون العربية، دولة تدعم الجماعات المسلحة، دولة أضاعت مننا 4 دول العراق وسوريا ولبنان واليمن، ضاعت من الدول العربية بسبب هذه الدولة الكبيرة المارقة ودعم قطر لهذه الدول ماديا ومعنويا. الأستاذ محمد القبان المحلل السياسي حدثتنا هاتفيا من الرياض، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المشاركة والإيضاحات. من الرياض نذهب معكم مشاهدينا إلى أبو ظبي مع دكتور حسن الصبيحي أستاذ الإعلام بجامعة الإمارات. يا دكتور حسن، تحياتي لحضرتك في البداية. تحياتي، مرحبا. إذا أردنا أن نتحدث يعني عن العمليات النفسية التي تمارسها قطر تحديدا من خلال وسائل الإعلام عبر قناة الجزيرة، يعني من خلال أدوات ضغط وأدوات إرهاب من يعني عبر هذه القنوات وخاصة قناة الجزيرة كما رصدنا وقلنا، ماذا نقول في هذا الأمر؟ شوفي، إذا كانت تريدين نحن نتحدث بشكل مهني واحترافي، أنا أرى الآتي، أنه الآن مشاهدين قناة الجزيرة يعني فئة محدودة تتمثل في إيش، الأفراد، المؤسسات والمنظمات الإرهابية اللي هي على صلة بقطر، وخاصة جماعة الإخوان المسلمين. هذا الشيء. الشيء الثاني، أنه نحن الناس الآن عرفوا أنه قناة الجزيرة وقعت في ورطات كثيرة جدا، وظهرت كثير من إيش الأكاذيب ومن الأخبار الملفقة ومن إيش اختراع الحقائق، وهذه كلها شكلت وعي في خلفية المشاهد العربي، وأصبحت الجزيرة أنا في نظري أثرها محدود ولا يقتصر إلا على الأفراد اللي هم تعرفي جزء من فريق إيش اليوقة، هذه اليوقة الإرهابية اللي طلعت في العالم العربي وامتدت إلى إيران وإلى تركيا. نحن قناة الجزيرة، شوفي، نحن قناة الجزيرة لا يمكن أبدا أن نتركها تسحبنا وتقرنا وراها. نحن كل ما ركزنا على عملنا المهني ووضعنا الحقائق وأوصلنا الحقائق إلى ذهن المشاهد العربي، هذه هي في نظري الوسيلة القوية والوحيدة اللي ممكن بالفعل إيش تنقذ كل محاولات الجزيرة في التأثير على الرأي العام. لأنه الآن تعرفي هم في مرحلة، يعني حتى شوفي، إذا كان الآن إيران في مرحلة الآن انعدام الوزن زي ما يقولون، فقطر أيضا هي في مرحلة انعدام وزن، والدليل على ذلك أنه تعرفي الآن التركيز على تحييم إيران وإعادتها إلى حدودها الفارسية، هذه طبعا سوف تؤثر كثير على قطر، وقطر الان تعمل 1000 حساب،
وقطر تبذل الآن يعني إيش كل ما لديها من مال من أجل الحفاظ على صورتها، على أساس أنها لاعب رئيسي في منطقة الخليج وفي العالم العربي وفي الإطار الدولي. لن تستطيع أبدا، لأنه إيران من غير قطر من غير إيران لا تساوي شيء، وقطر من غير تركيا لا تساوي شيء. وأنا أتصور أنه الأيام الآن من خلال أنا أتابع بالفعل محتوى قناة الجزيرة فيما يتعلق بمصر على سبيل المثال، شيء مسخرة يعني بالفعل. يعني هل يعني هام الإنسان العربي وعقلية المشاهد العربي لهذه الدرجة أنه يخلقوا له هذه القصص وهذه المسرحيات وهذه التهويمات وهذه الأكاذيب، وممكن يتصوروا أنه الناس يصدقون هذا الكلام؟ هذا الكلام انتهى زمانه، وقناة الجزيرة انتهت كقناة بالفعل تلفزيونية محترمة منذ أمد طويل. الآن نحن بالفعل الجزيرة وقطر هم في أيامهم الأخيرة طبعا للسيد العيش الفارس اللي هناك، لأنه نحن نعرف إيران الآن في ورطة، وبالتالي قطر في ورطة، وكل ما يتبعها من إعلام. دكتور حسن الصبيحي أستاذ الإعلام بجامعة الإمارات، حدثتنا هاتفيا من أبوظبي، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المشاركة والإيضاحات. كعادة الآن مشاهدينا الكرام متواصل معكم خلال الساعات القادمة وعلى مدار اليوم لرصد كل ما هو جديد على الساحة الدولية والعربية والمحلية. دائما ابقوا معنا، إلى اللقاء.